انا في حاله في حاله مستنيها ويا رب تكون حضرتك جايبها اللي هي لمسه اليد. بتتكلم على لمسه اليد. بص يا كريم، اللعبه دي بتندرج تحت اندر سونيك فوتبول. طبعا احنا بنتكلم لمسه اليد عشان تحتسب لمسه يد وركله جزاء لازم الايد تبقى خارج الجسم مكبره الجسم. اللعبه عامل ريسك. انا بتكلم على الحركه الطبيعيه للايد في الجامبنج. انا بطلع كمدافع ان كان بقى الاهلي او غير الاهلي، ايمن اشرف طالع الراجل. اولا مش هتكلم على المسافه، هي بالنسبه له المسافه الكره برضو تعتبر بالنسبه له مفاجاه، هي جايه من بعيد. بس لاعب فرق اللي قدامه ده الكره بالنسبه له مفاجاه، يعني واصله مفاجاه دي برضو مش من الاعتبارات اللي ممكن نبص ليها المسافه، مش هنبص ليها، او مش الاعتبارات اللي ممكن نقول عليها انها غير متعمده. لكن انا بتكلم الايد، الجامبنج بتاع الايد بالمنظر ده والايد جوه الجسم، لو الكره ما جاتش في الايد هتيجي في الجسم. صح، ان هو عامل ايده كده مش فاردها، مش فاردها، مش طالعه، مش مكبره جسمه. صحيح. وبالتالي انا متفق مع الغندور في عدم احتساب ركله الجزاء، وبتفق مع عاشور في المراجعه ما فيش فيها ركله الجزاء باي حال من الاحوال. الايد بالمنظر ده، الايد بالمنظر ده مش مكبره الجسم. صح. وبالتالي الكره لمست فيها وجايه من مسافه، جايه من مسافه بعيده، بس اللعيبه دي قدامه فالكره تعتبر جايه مفاجاه. صحيح. وبالتالي قرار الغندور صح، مراجعه عاشور والفار صح، ومفيش فرق للجزاء. تمام.